سؤاله الآخر يقول: ما حكم من حج ولم يأتي بركعتي الطواف؟ الصحيح أن ركعتي الطواف ليست ركنا من أركان الحج ولا العمرة، وإنما هي من الأمور التي أمر بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والذي نرى أن من حج ولم يأتي بهما فإن حجه تام، بمعنى أنه لا يجب عليه إعادته ولا يجب عليه في ذلك دم، والله أعلم.